عليكم غزالات ديالي، مرحبا بكم، مرحبا بيا معكم في فيديو جديد، نهار جديد. فيديو اللي غادي نعاود لكم فيه كل شيء، وغادي نحاولوا اننا نكونوا صريح مع بعضياتنا، ونحاولوا اننا نهضروا على كل شيء باذن الله. فكنتمنى انكم تفرجوا لا فيديو من الديبار حتى الاخر. واول حاجه غادي نقول لكم مرحبا بالناس الجداد، وكذلك الناس القدام اللي كانوا ديجا متبعيني، والناس الجداد اللي الله التحقوا بالقناه. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، وتسناو وكملوا معايا لا فيديو كامل حتى الاخر. دابا غادي نخرج، غادي نمشي لداري، ومن بعد غادي نهضر. سديت الباب، المشكله هي اللي سديت الباب على شي حاجه، انا ما عنديش السوار تغير طحالي. يلا جيت من عند ماما، كنت عند ماما وجيت، وغادي نهضر معاكم، وغادي نخبي لكم قلبي، وغادي نحاول اننا نكونوا يعني مع بعضياتنا. فبغيت نهضر على التنمر اللي طحت فيه، على المشكل اللي طحت فيه، على طحت في واحد المشاكل اللي فريمون انا ما كنتش منتظرها. بالعكس كنت منتظره كلشي يعجبو الحال، كلشي فرح معايا، كلشي بزاف الحوايج. ما المشكل هو انني لقيت بزاف ديال الناس ويلي في الكومونتير، واش هذاك عرس اسطوري ويلي ولا لا لا، بزاف ديال الكومونتير. من هنا بغيت غير نجاوب داك الناس، بغيت نقول لكم انا بالنسبه ليا هذاك راه عرس اسطوري، فايت الاسطوري هي. علاش انا نقول لكم علاش؟ انا في يوم نمشي وجا ديجا جاتني كولابوراسيون مع واحد القاعه اللي فريمون نكون يعني داك الشيء واو، القاعه بها بالماتيريال ديالها كلشي هنايا في تازا. جاتني قاعه واعره، وعائلتي وصحابي وداك الشيء كلشي راه عارفين، وحطيت حتى بغيت ندير في داك القاعه، ولكن ما كاينش علاش ندير القاعه. ما فهمتش، انا كنموت على الحاجه اللي هي بسيطه، اقسم بالله البنات الا فريمون داك العرس اسطوري راه لو كان مشيت للقاعه ودرتها راه غندير القاعه فابور، راه غندير كلشي فابور. راه والله كون مشيت لداك القاعه يما غيطلع بالحلاوه اللي طلعت دابا. انا واحد الانسان عزيز عليا البساطه، كنبغي البساطه. شوفوا شتي البساطه، انا بالنسبه ليا كل ما كانت الحاجه بسيطه، وكل ما كانت الحاجه ديال الناس وديال بنات الشعب، كل ما كطلع حاجه زوينه. وفريمون كل ما كانت بسيطه، داك الحفله انا بالنسبه ليا راه ماشي عرس، راه بالنسبه ليا راني درت القصر، وراني درت شي حاجه اللي كثر فوق اسطوريه. لو كان شي كلمه فوق اسطوريه راه غنكتبها لكم في العنوان، محيت انني جيت وتشاركت فرحتي وفرحت في ديك النهار. انا بعدا بالنسبه ليا غنقول لكم واحد الحاجه، اقسم بالله الحاجه اللي كيكون فيها بريستيج بزاف ما كتعجبنيش، ما عرفتش علاش. ونقول لكم ديجا جاتني القاعه وحده فابور وكبيره وباشهار وندير لهم بوبليسيتي، وجاتني قاعه اللي هي صغيره وغادي نخلص فيها النص ديال الثمن، واللي هو ثمن بسيط جدا اللي هي قل من 1000 درهم. واش في نظركم وحده باغا شي حاجه واعره، راه ما غاديش ندير في قاعه، راه غادي نمشي وغادي ندير في قاعه، وغادي ندير شي حاجه واعره، غادي نجيب تريتر بالكريدي، غادي نجيب ولا غادي ندير كلشي بكريدي كاع. الا ما عنديش انا غادي ندير كلشي بكريدي باش نبان واعره، وباش يبان داكشي اسطوري، اولا كلشي غنديرو بيبليسيتي. اقسم بالله العلي العظيم الا تريتر مخلصه الحلوه بعدا الكاطو جبتها لي سناء، ومنين كنقول لك شكرا سناء على الكادو ككادو، لا طارت مخلصاها، هذاك لي بتي سواغي مخلصاهم، العصر مخلصاهم، السربايه مخلصاهم، لاشي مخلصاها، الدقيقيه مخلصاهم، العماريه مخلصاها، شنو اخر، المهم كلشي مخلصاه. حق الله العلي العظيم اقسم بالله يما كاينه شي بوبليسيتي ولا كتقولوا لي درتي نقافه بوبليسيتي، اقسم بالله ما كانت شي بوبليسيتي نقافه، الله يعطيني مصيبه ما كاينه شي بوبليسيتي نقافه. يعني انا هذيك بالنسبه ليا فرحت، علاش اسطوري بالنسبه ليا اسطوري لحقاش. شوفوا دابا انت يا بنت اللي كتشوفي فيا، انت راكي بنت وانت انت راكي وليا، وغادي تحسي بيا، غادي تكون واحد الانسانه اللي هي من دمك ولحمك كتجري لك في الشر، واحد الانسانه اللي وعرضت لهم عرضت لهم، واحد الانسان اللي باغا تشوف كي دائما مشتته، وفريمون شتتوني واحد الايام على راجلي. الناس النص اللي كيحسبت لهم غير كذوب، فنقول لكم ربي اللي كيعرف واش كذوب ولا ماشي كذوب. يعني ميمكنش ان نجيو نحكموا على واحد الطرف اللي هو بالغلط، ولو انه كان كذوب، ولو انه كان كذوب، راه ميمكنش، راه ميمكنش ولا يعقل، لا يعقل يا عباد الله، وما كتدخلش للعقل، راه غتكذبي على هاد الناس كاملين، راه ميمكنش. المشاكل راه اي عائله، غير الفرق اللي كاين ما بيني وبينهم انني انا درت خطا كبير، هو انني دزت والتجأت اليوتيوب وشكيت عليكم وفرغت قلبي عليكم. وكاينين
الناس خو واش بغيت نقول لكم واحد الحاجه، نصف عائلتي نصف عائلتي كانوا كيعيطوا لي وكيقولوا لي منى شنو هذا الشيء كتشوفوا في اليوتيوب، واش واش واش، وكيقولوا لنا لي كومونتير كذوب، شنو دايره، واش بصح. كيجيو عندي وكيشوفوا حالتي اللي فريمون يرتلاها. نص ديال عائلتي راه ما تاقوا حتى مشيت للسبيطار وغبت وسرت لساني، هذا سرتو، صرت لساني بقوة الأعصاب اللي كنت تعصبت، بقوة المرض اللي كنت مرضته، وراني كنت بارطاجيت معاكم الفيديو ثلاثة السوايع والأكسجين في نيفي وليباري والسيرومات والدوايات وبزاف الحوايج، لدرجة أنهم الطبيب قال لي ضروري خصك تمشي لعند الطبيب النفساني، وما التجأتش للطبيب النفساني حيت داويت راسي براسي. يعني انا بالنسبه ليا داكشي راه اقسم بالله الا فوق اسطوري بالنسبه ليا، حيت انا كنموت على شي حاجه بسيطه. راه فيا من نمشي دابا لاحسن تريتور ونعيط له ونقول له شوف غنديروا واحد الكولابوراسيون انا وياك، انت غادي تخدم لي فابور، انا ندير لك بوبليسيتي ما تخلصنيش، كيف ما كيديروا الملايين ديال البنات اللي دايرين اليوتيوب. وديجا انا راه يا ريت كندير الكولابوراسيون في تازه كنخدم، واني ما يمكنش انهم يجيو عندي وندير كولابوراسيون ونفرح براسي وباغا نبارطاجي فرحتي فابور، ما يمكنش، خصني نخسر فيها باش نحس ان داك الفرحه دازت، انا يعني وصلات، انا داك الفرحه خارجه من القلب وداخله للقلب. علاش؟ واش حيت طلع لها فيديو في الطوندو صافي، يعني راه وراه خلط كبير. المشكل هو داك التنمر اللي لقيت في لي كومونتير، لقيت لي كومونتير فريمون توشاوني، لي كيسبوك، يعني ماشي مشكل الانتقادات، انتقدوني حيت حنايا راه ما يمكنش، حنا راه حنا عبد ضعيف قدام الله سبحانه وتعالى، راه ما يمكنش، ما يمكنش عباد الله كاع الناس يبغيوك. انا كنهضر على راسي، وكيف ما كنقول لكم دائما ما عزيزش عليا النفاق، انا راه ما يمكنليش انني نبغي كاع الناس، راه ضروري غتكون واحد لواحد الانسانه ما كتبغيهاش من عند الله، داكشي كيجيك ماشي انت مختارة انك ما تبغيهاش، ولا اني من عند الله ما كتحمليهاش ما كتعرفيش علاش. كذلك الناس في اليوتيوب، يعني ما يمكنش كلشي ما يبغيني. كاينين الناس كيبغوني، كاينين انتقادات اللي جاوني زوينين، مثلا انتقاد نتاع اللبسه، اللبسه هكا كتلبسها البنات، ما يمكنش ان ولا لاحظتوا اقسم بالله الا كل لقطه كندير هكا في لا فيديو كنطلع وكنتلها، كنكون كنشطح كنشط هكا حتى كنلقاها بطات، كل دقيقه كنطلعها هكا، يعني هذيك اللبسه اصلا كتلبس هكا، كتلبس بديك الطريقه. لقيت دي كومونتير اللي فيهم كوبي كولي ولكن لي كونت مبدلين، يعني نفس الكومونتير نفس الكتابه، محد داك الضحكات نفسهم ولكن كوبيين ومكولين، الوغ كيكونوا دي فو كونت هادو، وتاكدت انهم دي فو كونت. معليش، ولكن لقيت الناس اللي ما فاهمينش الموضوع وما فاهمينش شنو هي وغير كيسبوا. بغيت بعدا نشرح لخوتي الجزائريات وخوتي الجزائريين اللي ما عارفينش واحد الحاجه، ما عارفينش العادات المغربيه اللي ولات كتمشي ولات كتنسى بزاف ديال العادات البنات. انا حاولت نفكر داك العادات، وفارسي الاول درتها وتا دابا درتها، والا كتب الله وكان اسبوع ولا كان غادي نديرها. لحقاش انا كيعجبني كل حاجه طبيعيه وكل حاجه ديال الشعب وكل حاجه ديال بنات الشعب كتعجبني، كل حاجه كانت نتاع الناس على قدهم بساط. انا راه ماشي عندي شي مويه اللي بزاف اللي نقدر ندير بهم مارس اشنو، لا، ولكن نقدر ندير كلشي بابور، نقدر ندير كلشي بابور ما نخلص والو، ولكن لا، انا بغيت حيت شوفوا نقول لكم وحق الله العظيم، في شي حفله في شي عيد ميلاد في شي في شي في شي كتجي ماما كتقول لي مثلا ولا هادي ولا هادي، كيقولوا لي حامد مثلا واحد النهار قال لي في عيد ميلادي الا رجعتو، كنا كنهضروا قبل ما يديروا لي مفاجاه، كان كيهضروا انا وياه وهادي، وكان قال لي منى غادي نمشيو نكريو شي صال وندير لك في عيد ميلاد وهادي. قلت له لا حميد، قلت له انا بغيت شي حاجه بسيطه، حيت كل ما كانت بسيطه كل ما كتجي حلوه سبحان الله العظيم، والناس غادي تقولوا لي في الكومونتير، كل ما كانت شي حاجه بسيطه كل ما كتجي واعره، كل ما كتجي زوينه، كل ما كتجي فيها النشاط. وانا كنامن، انا ما عزيزش عليا ناكل، انا عزيز عليا وماشي نجيو نشوف داك لي زوطيل واعرين ولا نشوف دي صال واعرين ولا لا، انا كنبغي نشوف نشاط. انا ملي نمشي مثلا كنت معروضه لشي عرس وشي حفله ولا وكنت كنحس فيه البريستيج بزاف، ما كيعجبنيش، كنتهرب منه، كتبقي جالسه وقنطانه وما حاملاش راس، ما عرفتش علاش. كاينين بنات اللي كيعجبهم داكشي، ولكن انا ما كيعجبنيش، كيخصني شي حاجه اللي شعبيه، وكان وليت انا شعبيه ونشط ونضحك، هذا هو انا. بالنسبه للبنات اللي كانوا قالوا لي منى بنات، هادو بنات جزائريات، وانا كنعذرهم انهم ما عارفينش حنايا العروسه اللي همه وشان وعائلتها نخوه هي اللي كتجي في العماريه من الصالون لدارهم، ها
هذه في العادات المغربيه من اجوس كازاد، يعني المغاربه كاملين كيعرفوها، غير كاينين واحد الجزء من المغاربه اللي ما بقاوش كيامنوا بها، اولا ما بقاوش اللي كي ولات كتجيهم داك الشيء عروبي. انا لا، انا كيجيني داك الشيء زوين، وانا بالعكس داك الشيء كيعجبني. وكاين العروسه اللي كتجي في العماريه من دارهم من الصالون لدارهم، ولا من الصالون للقاعه، وكاينه اللي كتجي في الكوتشي، وكاينه اللي كتجي في كتجي على رجليها الا كان الصالون غير قريب والدقه وهذه وهذه، وكاينه اللي كتجي يعني في الطوموبيل، وكل وحده كيفاش كدير. انا شنو درت؟ انا تهزيت في العماريه حتى الصالون، وميم طو ركبت الطوموبيل وجيت لداري في الطوموبيل، وتهزيت هنايا لقيت كلشي تسبقوني للدار. فيعني الانسان خصو يفكر بعقله ويفكر بدماغه ويفكر، يعني يفكر. انا الا بغيت البنات، اقسم بالله الا بغيت ندير داكشي كامل البنات وفابور، يعني بلا حتى شي حاجه. انا علاش درت حفله وحاولت انني نكبر داك الحفله؟ علاش؟ حيت بغيت كيف ما قلت لكم، بغيت نبين ان نصركم الله فلا غالب لكم، ولا ما عرفت كيفاش كيقولوا لها. او ميم طو بغيت نبين ان لا يفلح الساحر حيث اتى، وراه ربي الا ما كانش هو مكتب لك شي حاجه راه ما غاديش يوصلها شي حد. يعني دوك الناس اللي كيسحروا كيمشيو يضيعوا فلوسهم، كيمشيو يضيعوا بزاف ديال الحوايج على ود واحد جوج اللي مساكن اصلا ما فراس مالهم كامل غير الضحكه، يعني غير كيضحكوا. دابا مثلا انا وحميد غتقولوا شي سحروا لها هادي، واش يحسدوها هادي؟ غنقول لكم علاش يسحروا لي وعلاش يحسدوني. حيت انا من القليل كنصنع بزاف، ومن لا شيء كندير شيء، ومن البساطه كنصرا كندير السعاده. غادي نبدا نبكي لكم هنا، المهم ومن البساطه كندير السعاده، ومن شي حاجه اللي رخيصه نردي شي حاجه اللي زوينه. داكشي علاش بزاف ديال الناس واللي مني ومن دمي ومن لحمي ما باغينهاش وما حاملينيش، وما عرفتش علاش، رغم انني ما كنادي حتى شي واحد. ولو بروبليم هو انهم كيجيو يضحكوا معاك ويبوسوك ويسلموا عليك. يعني الا شفتوا داك لا فيديو ديال انها مدرعك وحده وفي ظهرك راه حاشيه فيك جنويه، هي هذيك. داكشي علاش يعني بزاف ديال الناس ما فاهمينش الموضوع، ما فاهمينش شنو كاين، ما عارفينش ان راه انا من داك الحفله هذيك بغيت نوصل لهم ميساج، واكسبريس زيت في الشارع كيف ما درت. يعني ولو انكم سحرتوني راه بالعكس رديتوني ندير حفله جديده ورديتوني نفرح براسي، وعلاش لا؟ وديجا راه النص ديال عباد الله راه ما كرهوش يديروا حفلات ويفرحوا براسهم ويديروا كيف ما درت انا. المشاكل راه كتكون في اي عائله، في اي عائله، غير المشكل انني انا كنبارطاجي مع الناس ما كيبارطاجيوش المشاكل ديالهم، يعني كيبقاو وحدهم وكيبقاو عندهم. انا في واحد الوقيته اللي كانت واحد الوقت اللي انا التقلبات اللي كانوا عندي في الهرمونات، وواحد الوقت اللي كنت انا يلاه جاهده، واحد الوقت اللي كنت انا يلاه عندي مشكل اللي هو انني فقدت واحد الجنين، وقع لي مشكل هو ديال الفراق. ياك من بعد داك المشكل ديال الفراق يعني ولات كتبان لي الحياه كلها عاديه جدا، فكنت كنرد كلشي اليوتيوب، كنت كنحاول انني بحال حميد كنحاول انني نجازيه، اولا كنحاول انني نفقصو بانني كنخرج ونعاود للناس اليوتيوب. داكشي اللي زاد عكس وشربك الامور ديالي انا وياه. داكشي علاش انا راه ما بغيتش داكشي نوصل له، ولكن الخطا درتو وعادي، راه حنايا راه خطائين، حنا راه انسان، حنا عبد ضعيف قدام الله، راه حنا خطائين. معليش يعني انا ما كنتش ضامن ان غيخرج هادشي كامل، ما كنتش كنقول ان غيكون هادشي كله. فالحمد لله على كل حال، اي حاجه كتجينا من عند الله راه حنا حامدينها وشاكرينها. الناس اللي كيقولوا كذوب كنقول لكم خليتكم الله، راه ربي اللي غيجازي بيني وبينكم. ولو انكم تصليو صلاه الاستخاره وتنعسوا غادي تعرفوا واش كذوب ولا لا. يعني ما كنلقى لهاش الاخر، عييت ما نهضر مع الناس، عييت ما نقول لهم، عييت ما نفهمهم، عييت ما نشرح لهم، عييت ما نقول لهم اشنو اشنو اشنو. فعادي، شنو بغيت نقول لكم اخر نسيت. فهذا ما كان البنات، الانسان كل واحد والله العظيم كل واحد والراي ديالو فيك، كل واحد وكيفاش كيدير، كل واحد واش كيبغيك ولا ما كيبغيكش، واش كي يعني ما يمكنش انك تردي كاع الاذواق، ما يمكنش انك تبغي كاع الناس. ولكن الناس اللي كيعرفوني، يعني كاينين اللي ما حاملينيش وما كيشوفوني غير في التليفون، حيت كنجيهم فواحد الشكل اللي في شكل، ولكن انفو كيعاشروني كيعرفوني على حقيقتي، كيعرفوا لو فون ديالي، كيعرفوني انا كي دايره،
كيغير الراي ديالهم، هذاك الشيء اللي بغيت. ما كرهتش ان الناس كاملين تغير الراي ديالها، ما كرهتش ان الناس كاملين نوليو متسامحين مع بعضياتنا. غلط ماشي ما غلطش، ولكن راه ربي وكيسامح، علاش الانسان يبقى حاط لك على ديك الغلطه؟ بارطاجيت المشكل ديالي، ولاني كان عندي ظروف، ما كنتش في عقلي، ما كنتش حاسه براسي مزيان، كان خصني غير بين خوي، كان خصني غير مبين. واش كاينه شي وحده كتبغي شوها لراسها؟ راه ما كاينش اللي كتبغي شوها لراسها. واش كاينه شي وحده كتبغي تضحك فيها الناس؟ راه ما كايناش اللي كتبغي تضحك فيها الناس. تقولوا لي غتبغي تضحكي فيك الناس على الفلوس؟ راه النص ديال لي فيديو راه ما تخلصتش عليهم، ولا بغيتو دوزو الانستغرام وغادي نكابتشوري لكم وغادي تشوفوا واش تخلصت انا على داك الفلوس على داك لي فيديو ولا لا. راه النص ديال الفلوس للدولار مطفي، ما تخلصتش عليهم حتى سنتيم حتى درهم. علاش؟ لحقاش اصلا ما فغراديش نتخلص، انا فغرادي نخوي، فغرادي نلقى اللي يساندني، فغرادي اللي يبغيني، فغرادي اللي يهز بيا، ماشي فغرادي انا شي حاجه. ولو ان اتحدى اي بنت، اي بنت، ولو انها كل ملايين ديال الفلوس، كنتحداها انها تبغي تحشم براسها وتحشم بعائلتها وتحشم بدارها وتحشم بزاف الحوايج. انا نهار اللي تزوجت بحامد فراه كان ضد عائلتي وكان ضد كل شيء، كان ضد كل شيء وتزوجت به. كيفاش غادي نجي انا ونشوه راسي ونشوه عائلتي على ود جوج دريال ديال الفلوس؟ كيفاش غيقولوا لي عباد الله كيفاش غتدخل لكم للعقار؟ راه ما يمكنش. كيفاش غادي نقدر نوصل للمحكمه؟ انا كذوب. كاين اللي كيقول لك راه مشات للمحكمه غير اكسبري، باش واش انت غادي تجي تتبعيني للمحكمه؟ راه ما جيتش تتبعيني للمحكمه. كيفاش انا غادي ندير نمشي للمحكمه وندفعوا الطلاق ونوصلوا للمحاكم؟ كذوب. كيفاش كيفاش غادي تضيعي بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الخدمه؟ كيفاش انا كان عندي رونديفو ومشى تلغى داك الرونديفو الواحد صافي، راه كان عندي رونديفو عاد خدينا رونديفو اخر اللي كنا غادي نمشيو في شهر واحد. كيفاش؟ ميمكنش. يعني هذا الا ميمكنش انا غادي تلغي رونديفو قدو قداش مخلصه فيه فلوس وزيد 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 وجمع الوراق ومحركه البنك على ودو، على ود واحد الحاجه غادي تحيدي تانولي داك الرونديفو وانت غير كتبه على عباد الله؟ علاش؟ راه ميمكنش، راه اقسم بالله ما يمكن. بالعكس من حقكم تنتقدوني، من حقكم تشوفوا كذوب. لحقاش كيف قلت لكم اليوتيوب ولا عباره عن كذوب، ولكن اللي ما محققكمش هو انكم تجرحوني وانكم تسبوني وتشتموني. انا على الاقل الا صورت فيديو راه ماشي كنصوره باش نسب عباد الله ولا باش نجرح عباد الله، راه ما عمرني ما نقدر نجرح شي حد. ومن الاخر غادي نقول لكم غير واحد الحاجه، راه كل واحد كيخلص الله، كل واحد تبعج. نقول لكم كذوب، بزاف ديال الناس بداو كيدعيو وافترضوا انه كان بصح وانتوما كتدعيو فيا ياك، راه ربي ما تعرفش يقدر انني مادام انني كذبت يقدر ربي يقلب الساعه ديك الساعه وتولي بصح. انسان الا ما عرفش دائما الله سبحانه وتعالى كيقول لك بعد الظن اثم، انسان يقول الله اعلم ويسكت ويقول كلمه طيبه او لم يكتب حتى شي حاجه باش ما كتاخذيش الاثم. حيت انا راه غادي نموت وغيبقى متابعيني فيديوهاتي، حتى انت غتموت وغيبقى تابعك داكشي اللي كتكتبي. فهمتوا كيفاش؟ يعني قول خير ولا حبس، لا داعي انك تسب. واخا باغيه غير انك تحطميني ديري ديز لايك وخرجي، علاش تسبي؟ علاش تعايري؟ ولو بروبليم هو انني والله ماشي كنتحطم ولا كيبقى فيك الحاشويه، حيت كتشوفي ان الانسان في هذا الزمن ولا اللي كيقول الحقيقه كذاب ولا اللي كذاب كيقول الحقيقه. هذا ما كان، وتسنى واحد اللقاء اللي غيكون مع الحدث 24 ان شاء الله، واحد اللقاء صحفي ان شاء الله باذن الله، وغادي تعرف بزاف ديال الحوايج وغادي نحاول انا نوصل لكم بزاف الحوايج باذن الله. كنحمق عليكم كنتسطع عليكم، وشكرا لكم كاملين كاملين واحد واحد ووحده وحده، الله يسهل عليكم.